الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين، وبعد. يقول الحق سبحانه وتعالى في قصة سيدنا موسى عليه السلام عندما أرسله إلى فرعون وملئه: ولقد أريناه، الضمير يعود إلى فرعون، آياتنا كلها فكذب وأبى، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلف نحن ولا أنت مكانا سوى، قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. اختار سيدنا موسى عليه السلام يوما مشهودا يتجمع فيه الناس، واختار وقت الضحى من أول النهار، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، بعث في المدائن حاشرين ليأتوا بكل ساحر أو كل سحار متمكن في السحر. وانظر هنا وقفة: وجاء السحرة فرعون كما جاء في سورة الأعراف، قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين. يقول الحكماء والعقلاء: عندما يطلب السحرة الأجر لابد من وقفة. قد يذهب بعض الناس إلى دجال أو نصاب أو ساحر أو عراف أو كاهن، وكل ذلك محرم في ديننا الحنيف. يذهب، لكن بعض الناس يذهب إلى السحر أو العراف فيقول لك: سأربحك ذهبا، سأجعلك تكسب الذهب، سأحول لك التراب إلى ذهب والأوراق إلى نقود، شرط أن تعطيني 1000 جنيه أو 2000 جنيه أو 10,000، قل المبلغ أو كسر. كونه يطلب منك أجرا دليل عجزه. قال أهل العلم والفقه والفهم والحكمة: لو كان السحرة قادرين على قلب الحقائق لحولوا التراب ذهبا، وما طلبوا الأجر من فرعون، وما قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين. فعندما يقول لك سأحول لك التراب إلى ذهب، قل له حوله إلى نفسك. ستضع الورق يصبح نقود، قل افعله لنفسك. إن كانت لديك القدرة على أن تربحني أنا الذهب والفضة والمال الوفير، فلماذا لم تفعل هذا مع نفسك وتنتظر مني المال؟ الساحر لا يمكن أن يقلب الحقائق، بمعنى لا يمكن أن يحول التراب إلى ذهب حقيقي أبدا، ولا الورق إلى نقود أبدا، ولا يجعل النقود تتكاثر أبدا، بل هو يخدعك لطار الشيء على غير ما هو عليه. ولو كان الساحر لديه هذه القدرات لحول التراب لنفسه ذهبا وما طلب الأجر من الناس. وهنا قال السحرة لفرعون: إن لنا لأجرا إن كنا نحن غالبين،
قال نعم وإنكم لمن المقربين. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب يستأصلكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى تحدثوا حديثا خافتا حتى لا يسمعه موسى عليه السلام. قالوا إن هذان لساحران هذان يقصدان سيدنا موسى عليه السلام وأخاه هارون فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. قالوا ليأتي السحرة صفا واحدا متحدين لنلقي الرعب في قلب موسى ومن معه. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى من كانت له الغلبة. وهنا الوقفة الثانية. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. في الآية الأخرى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. لاحظ القسمة اللغوية غير متكافئة. القسمة المتكافئة كان عليهم أن يقولوا إما أن تلقي أو نلقي أو يقولوا إما أن تلقي أنت أو نكون نحن الملقين لتتكافئ الجمل، ولكنهم لم يقولوا ذلك. قالوا إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. إما أن تلقي وإما أن نكون نحن ملقين. ما معنى ذلك؟ كمن يقول لك إما أن تبدأ وإما إن كنت رجلا ومتمكنا وواثقا من نفسك فدعني أبدأ أنا أولا. الوضع الطبيعي إما أن تبدأ أو أبدأ. إنما لو قال لك إما أن تبدأ وإما إن كنت واثقا فعليك أن تتركني أن أبدأ فالتخير هنا شكلي. طب لماذا لجأوا إلى هذا التخير الشكلي؟ الصحراء كانوا من داخلهم مرعوبين وكانوا يخشون أن يفاجئهم موسى بما لا قبل لهم به إن بدأ هو، وكانوا قد رتبوا أنفسهم أن يبدأوا هم. طب لماذا لجأوا إلى التخير وقالوا إما خيار موسى؟ أرادوا أن يخدعوا فرعون وأن يظهروا شكليا أنهم لا يخافون من موسى، لكنهم في واقع داخلهم كانوا مرعوبين مهزوزين خائفين أن يباغتهم بما لا قبل لهم به. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، أي وإما إن كنت واثقا ومطمئنا فدعنا نحن نأخذ المبادرة. قال بل ألقوا لأن ثقته في الله بلا حدود. وهنا قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم، لم يقل النص القرآني انقلبت إلى حياة، عصا موسى انقلبت إلى حية حقيقية إلى ثعبان حقيقي لأنها انقلبت بإرادة الله وأمره. أما السحرة فلم يحولوا حبالهم ولا عصيهم إلى حياة حقيقية أو ثعابين حقيقية، وإنما يخيل إليهم، يتوهم الناس يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى وهي لا تسعى الحقيقة. فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، لأن الساحر لا يمكن أن يغير حقائق الأشياء ولا أن يحولها عن أصل خلقتها، فهو غير قادر على أن يجعل العصا حية حقيقية ولا أن يجعلها ثعبانا حقيقيا، وإنما يخيل ذلك لك. فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. لما رأى موسى حبالهم وعصيهم يخيل أنها تسعى وكأنها تتحرك خشي أن ينخدع الناس بذلك وأن يؤمنوا بهم وأن يصدقوهم، فأوجس في نفسه خيفة على إيمان الناس أن يفتنوا بهؤلاء السحرة. موسى قلنا لا تخف، موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وهنا لما رأى السحرة ما رأوا وأيقنوا أن ما جاء به موسى عليه السلام
لا يمكن أن يكون سحرا ولا يدخل في باب السحر. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطعنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. وهنا وقفتنا الأخيرة مع قصة سيدنا موسى عليه السلام. سئل أحد الحكماء: هل هناك شيء أصعب وأشد على الإنسان من الموت؟ قال: نعم. قال: ما هو؟ قال: أن تتمنى الموت فلا تجده. وأهل جهنم جميعا يتمنون الموت فلا يجدونه لشدة العذاب. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. نسأل الله أن يجعلنا من المؤمنين أصحاب الدرجات العلى. ولقد أوشك أن يضعف عزمي واحتمالي فأعني يا وأنلني منك سبحانك ما يصلح حالي وقني من كل سوء في مقامي وارتحالي. واعف عني إنني إن تعف عني لا أبالي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن غيرك بيهدينا ويرزقنا ويعطينا ومن